السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. الغاشي يستغرب علاه راح يزيد يدير تمارين المناعة. كي قلت لكم راح نحط تصويت وانتم ما صوتوا، إما نكملوا تمارين المناعة ولا نديروا الآخر، ولا نديروا النقل العصبي نبداو فيه. إيه بقى 50 ولا 60 واحد قال لك أخويا دير لنا تمارين المناعة، وسبعة ولا 8 عباد قال لك دير لنا مشبك. فقررت ندير مناعة، مش غير الأغلبية للمناعة، بزاف أي فوق 50 واحد قال المناعة، بينما اللي قالوا مشبك 10 أو أقل حتى من 10. فعلى ديك راح ندير مناعة. استناو برك يلحقوا معانا الناس. اليوم اخواني راح نديرو قصة، والقصة هذه راح نحكيو فيها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قصة من القصص اللي عقبهم في حياته. اثناء الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، خاوتي كانوا رجال رجال رجال، فاثناء الخلافة تاعو هو كان يعني ما تستهينوش بالشي اللي كان حاكم فيه. كان بالك عمر بن الخطاب ولي على 17 دولة، حاكم على 17 دولة. تخيلوا درك واحد حاكم على 17 دولة، شفتوا يعني إنسان يعني الله يبارك، من صحابة رسول الله عمر بن الخطاب. مرة وهو قد يتفقد حال الرعية، وكان هو يسير ويتفقد حال الرعية، تخيلوا 17 دولة كان حاكم عليها ويروح يتفقد حال الرعية، لقى امرأة عجوز، لقى امرأة عجوز، قال لقى امرأة عجوز، لقى بنتها تئن من الجوع، يعني كشغل تصرخ من الجوع. فهي ما تعرفوش بلي هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قالها وش بيها الطفلة؟ قالت له لا نجد ما نأكل، احنا ماناش قادرين نلقاو ما نأكل. وبدات تقول له هذاك أمير المؤمنين قاعد يهز الدراهم ويعرف غير يخبيهم في صندوق المال او في بيت المال، كان عندهم بيت المال يخبيو فيه الزكوات، وحنا ما يطالنا والو من المال ورانا جيعانين وكذا. فعمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام بدا يبكي. الصحابي اللي كان مع عمر بن الخطاب لام العجوز، قالها علاه هكا قسوتي على عمر؟ قلت له صار هذا هو امير المؤمنين عمر. فقال له للصحابي خليها تهضر، وش هضرت؟ وراح سيدنا عمر، راح سيدنا عمر لداره، راح سيدنا عمر لداره وهز كيس من القمح، هز كيس من القمح، وهذوك كانوا فقراء، هز كيس من القمح سيدنا عمر او من الطحين ولا حاجه كيما هكا، يعني اللي كانوا ياكلوه في زمان، وده ليه ده هو. قال له الصحابي هذاك هات نهز عليك انا امير المؤمنين. قال له علاه انت هو اللي راح تهز عليا اوزاري يوم القيامه؟ ما لا، قال له لا، قال له ما لا خليني انا هو اللي نهز. وراح هزو عاود الدح حتى لعندها المرأة هذيك، كيما هزو عاود الدح حتى لعندها المرأة هذيك، زاد حط هذاك الشيء او الماكلة هذيك اللي هزها فوق القدر، وهو اللي طبخها لها وهو اللي عطاها، وزاد عطاها ما يكفيها من طعام. قاعدين تشوفوا خاوتي رجال رجال، صح اللي كانوا حاكمين بكري رجال. هدوم هذه قصص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب أثناء الحكم. هيا خاوتي نستناو يزيدو يلحقو. نحكي لكم تاني خطرة من قصة من قصص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان قاعد مع كما نقولوا احنا الرجال الكبار اللي يسيروا أمور الدولة الإسلامية بكري، الامتدادات تاع الدولة الإسلامية. فلما كان معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يحكي، جاه واحد من الرعية، واحد من الناس جاه قال له يا أمير المؤمنين أنا جيتك وهذاك ادالي حقي. وكان عنده أمير المؤمنين عصا هكا يضرب بها الناس، مش باش يآلمهم، بهك شغل يقيسهم بها، يقيسهم هكا باش يفيقوا مع أرواحهم. قاس هكا قاسوا بها مش آلموا، وشو كيما نقولوا دلوا هكا هك بشوية خلاص.
فالراجل هذا غاضو الحال، قال له امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال له او كي نكون فارغ وما عندي والو واحد منكم ما يجيني، ونهار ننشغل بامر من امور المسلمين تاتونني كامل تشكيو. راح لذاك هذاك المسلم او الرعيه، راح كما نقولوا قلقان منه، راح قلقان منه. فسيدنا عمر رضي الله عنه من صاحبة رسول الله، راح بعت واحد قال له زر بروح جيبه، عاود جيبه. راح قال له يسحقك امير المؤمنين، كي رجع قال له اعطاه امير المؤمنين العصا، وكان والي على 17 دوله، امبراطور امبراطور، اعطاه العصا وقال له هاك ضربني بها. قال له ها خلاص خلاص يعني احتسبتها لله. قال له هاك ضربني بها، رجع لي الضربه ولا سامحني بها. قال له خلاص يا امير المؤمنين راني سامحتك فيها، ويعني اعتذر منه امير المؤمنين. قال له خلاص هاك ضربني بها ولا تسامحني. قال له قال له هذاك يعني هذوك الرعيه ولا الواحد من الرعيه ولا المسلم هذاك، قال له خلاص انا سامحتك بها يا امير المؤمنين، اللي هو عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه حلوا المشكله تاعو. نبداو خاوتي، هذه هي القصه برك تاع اليوم، ساعة ساعة نوعو لكم في القصص. نبداو خاوتي اليوم عندنا التمارين تاع المناعة، هادو اليوم إن شاء الله نبداو في التمارين تاع المناعة. خاوتي إلا الصورة واضحة والصوت واضح ابعتوا لي خليني نبدأ. هاي قولوا لي إلا الصورة واضحة والصوت واضح، قولوا لي خليني نبدأ. الصورة واضحة خاوتي؟ راح نبداو على بركة الله، راح نبداو هذه، راح نبداو نديرو التمرين الأول على بركة الله والله المستعان. خاوتي نبداو في قراءة التمرين الأول. هاي هاو قالوا لي هي هي، هيا نبداو. أيوة هاي، يعاني طفل الممثل في الوثيقة واحد، هذا يعاني طفل الممثل في الوثيقة واحد بحالة مرضية نتج عنها انتفاخ في بعض العقد، الأمر الذي تطلب إجراء بعض التحليلات الطبية. الوثائق التالية تمثل بعض نتائجها. وين وثائق؟ زوج وثلاثة. الوثيقة واحد هذه، طفل مصاب، تبدو عقد اللمفاوية تاعو وشبيها منتفخة. طفل هذا مسكين عنده عقد لمفاوية منتفخة. أوكي. الوثيقة اثنين، نتيجة الهجرة الكهربائية لمصل الطفل المصاب. داروا حطوا الشريط هذا وشافوا الهجرة الكهربائية لمصل الطفل المصاب، هذا مقارنة بمصل الشخص الغير مصاب، وجابوا هجرة كهربائية خلاف للشخص الغير مصاب. قال لكم أخاوتي الشخص المصاب هاهي الهجرة الكهربائية تاعو، الشخص المصاب هو ألف، ألف هو الشخص المصاب، وقالوا لكم الشخص الغير مصاب هو با. هكا إذا الشخص المصاب ألف والشخص الغير مصاب با. هكا خالتي وش قالوا لنا؟ قالوا لنا الوثيقة ثلاثة تمثل صورة لإحدى الخلايا المتواجدة في العقد اللمفاوية، صورة لإحدى الخلايا المتواجدة في العقد اللمفاوية اللي هي هذه. نظن الناس عرفتها، نظن الناس عرفتها. الناس اللي عرفتها تكتب لي هذه وش هي، الناس اللي عرفتها تكتب لي هذه وش هي. هكا هاي نكمل على بركة الله. قالوا لنا الوثيقة ثلاثة تمثل، هيا نكمل على بركة الله. إذن قال لي بعد وضع البيانات المرقمة في الوثيقة ثلاثة، شغل قال لي أوضع البيانات الممثلة في الوثيقة رقم ثلاثة، قال لي يا أخويا ورا ما تحطهم وباستغلال منهجي الوثائق هذه اللي أعطاني، واعتمادا على معلوماتك بين أن هذه الأعراض ناتجة عن استجابة مناعية نوعية خلطية. قل لي بيلي باللي الأعراض هذه ناتجة عن استجابة مناعية نوعية خلطية.
ها يا خالتي هاي، استغفر الله مع الكونيكسيون هذه. ممتاز، الناس اللي قالت لي خلية بلازمية ممتازة. الصورة لا تشوشت خاوتي، حلوا الكتابات معايا على الصفحة 119، حلوا الكتابات تاعكم، حلوا الكتابات تاعكم على الصفحة 119. الناس اللي قالت خلايا بلازمية ممتاز، قال لك اخويا بين لي باللي هذه الاعراض. نورمالمون راهي مليحه درك خاوتي، نبداو على بركه الله. هاي اخاوتي، مادام جاتني انا خليه كما هذه، مادام جاتني خليه كما هذه، كما راكم تشوفوا خليه بلازميه، سما سير كاينه استجابه مناعيه. سي بون هكا، سي بون، اذا نتوسعوا في الامر. هاي نوضعوا البيانات، هيا خاوتي شفناها من قبل وبشويه، هيا نوضعوا البيانات. واحد وش هي؟ واحد خاوتي شبكه هيوليه محبحبه ولا نقولوا فعاله. استغفر الله يا ربي، استغفر الله. كونيكسيون شبيهه ثقيله، كونيكسيون راهي ثقيله، تبان هيك خاوتي تبان. اي مي شافير تاني تعلم. هيا خاوتي ياي، مليحة خاوتي، نبدأ مليحة. هزوا الكتابات تاعكم يا صاحبي، جيب كل واحد يجيب الكتاب تاعو يحلو على 119 ويتبع، ما تزيدش تبان ما يهمنيش فيها. جيبوا الكتابات تاعكم خاوتي واسمعوا الصوت، الصوت هاو مليح. جيبوا الكتابات تاعكم وحلوها على الصفحة 119، خلينا نخلصوا علينا التمارين هذه. قدها راح ديجا من البث المباشر، راه 12 دقيقة راحت من البث المباشر ما درنا بها والو. هيا خاوتي جيبوا الكتابات تاعكم، هيا نكمل. بعد وضع البيانات المرقمة من الوثيقة 3 وباستغلال منهجي، البيانات أنا قلناها خويا واحدة، حاب تفهم شي واحد، قلنا واحد شبكة هيولية فعالة، زوج نواة، ثلاثة ميتوكوندريا، أربعة هيولية أساسية، خمسة جهاز كولجي، ستة حويصلات، نقولوا حويصلات جولجية، ونقولوا السبعة راهو غشاء الخلية البي بي، تربح صاي. قال لي بين لي باللي كاين استجابة مناعية. قال لي باللي كاينه استجابه مناعيه عنده للطفل هذا، سينو مش عقده راح تتنفخ هكاك. كفاه نبين له انا، كفاه نبين له، نقول له مادام ظهرت الخليه البي بي سما سير كاينه استجابه مناعيه. علاه؟ باسكو معلوماتي انا من قبل تقول لي باللي الخلايا البي بي تكون نتيجه تمايز الخلايا البي، والخلايا البي ما تتميزليش اخويا الا اذا كانت محسسه ومنشطه ضد مولد ضد، ومادام كاين مولد ضد السما طول دارت العضويه تاعو استجابه مناعيه نوعيه، واش خلطيه؟ خلاص خلاص. واش ثاني؟ وين راحت هاي الوثيقه هذه؟ شوف الوثيقه هذه تقول لي الالبومين ونتائج الهجره. شوف عند الشخص العادي، شوف عند الشخص العادي كاين الالبومين، كاين الالبومين، كاين هادو البروتينات، كاين هادو البروتينات، كاين الجاما. شوف الجاما اللهن، وشوف الجاما اللهن، وما لونوش هكاك. اذا الجاما كاين، وي الجاما كاين، الجاما كاين، السما كاين اجسام مضاده. علاه محمد اخويا مادام كاين الجاما كاين اجسام مضاده؟ باسكو اخويا الاستجابه المناعيه النوعيه الخلطيه يتم فيها انتاج اجسام مضاده، الاجسام المضاده هذيك من طبيعه بروتينيه من نوع جاما جلوبيلين. خلاص خلاص سي بون، هذا هو التمرين خلاص. شكون ما فهمش؟ اذا انتفاخ العقد الليمفاويه، انتفاخ العقد الليمفاويه وتوفر الخلايا البلازميه البي بي المبينه في الوثيقه 3، هذا يدل على استجابه مناعيه نوعيه خلطيه التي يتم سيرها في العقد الليمفاويه، اذ تتنشط الخلايا الليمفاويه البي بفضل دخول مستضد فتتكاثر، واغلب الخلايا البي تتحول الى خلايا بلاسموسيت المبينه في الوثيقه رقم 3 لانتاج اجسام مضاده لتوقيف النشاط الغريب، ومنه تنتفخ العقد،
وما يؤكد ذلك هي الجزيئات البروتينية التي ظهرت في الوثيقة رقم 2 والمرتفعة عند الشخص المريض، باسكو هذا مريض وهذا عادي هكا، والمرتفعة عند الشخص المريض وهي من نوع غاما جلوبيلين. خلاص خلاص، هذا هو التمرين، هذا هو التمرين. شكون ما فهمش يكتب لي في لي كوموند. هاي هاي هاي، خلينا نفوتوا للثاني. شكون ما فهمش في التمرين؟ البيانات 4 و6، وين راح حتى 4؟ 4 خويا هيولة أساسية، هاك تشوف فيها، ها أي في الهيولة، ما يقيس في حتى بلاصة، في حتى بلاصة، فهمت؟ قاعد تشوف فيها في الكتاب تاعك 4 هيولة أساسية. وين راحت 5؟ 5 أو جهاز جولجي، ها قاعد كيلوي فيها 5 جهاز جولجي، زيدوا قلت لي 6، وين راحت 6؟ وين راحت 6؟ 6 هي حويصلات خويا، 6 حويصلات، ولا تحب تسميها حويصلات جولجية هكا، 6 حويصلات، حبيت تسميها حويصلات جولجية لك الحرية. تاني 6 حويصلات، زيدوا أسئلة خاوتي. هيا خليني نفوت للثاني. غدوة بإذن الله مش بكا، خلاص اليوم درت لكم التصويت 50 ولا 50 ولا 55 ولا 58، عبت قال لي كمل المناعة، وكاين واحد 7 ولا 8 ولا 9 قالوا لي دير مشبك. إذا خلاص الأغلبية باينة للمناعة، حنكملوا في تمارين المناعة. هاي سؤال، سؤال كاين، سؤال كاين، سؤال هاي ما فهمتش اخاوتي، يعني قلت لكم قداه من مره، ما تكتبليش ما فهمتش هكا، قول لي واش لي ما فهمتش، اكتب لي واش لي ما فهمتش، ما تكتبليش ما فهمتش وخلاص. ما فهمتش السؤال الثاني، ما فهمتش السؤال الثاني. اوكي السؤال الثاني وين راح؟ قال لك اعتمادا على معلوماتك بين لي باللي كاين استجابه مناعيه لهنا، كفاه نبين له انا باللي كاينه استجابه مناعيه لهنا. اخويا ركز معايا، ال بي بي وقتها تظهر اسكو تكون كاينه في الكور ولا ما تكونش كاينه في الكور؟ ما تكونش كاينه في الكور، وقتها تكون كاينه في الكور غير لا كاينه استجابه مناعيه. اذا ال بي بي راهي وجدت في الكور، معناته كاين استجابه مناعيه، هذا اول دليل. ثاني دليل، شفت هذا، شفت هذا الجاما من نوع جاما جلوبيلين، هذا هذا الكحل اللي هنا ظهر عند الشخص المريض، وهو هذا هو الشريط تاع الشخص المريض وهذا الشريط تاع الشخص العادي. اذا الجاما جلوبيلين ظهر عند الشخص المريض، جاما جلوبيلين ظهر عند الشخص المريض. اذا ماذا يعني هذا الشيء؟ يعني انه تم انتاج اجسام مضاده، علاه؟ باسكو الاجسام المضاده هي من طبيعه بروتينيه من نوع جاما جلوبيلين. خلاص خلاص، ومن هنا كي تجي تقول له انتفاخ العقد الليمفاويه راجع الى وجود الى تمايز الخلايا ال بي الى خلايا ال بي بي منتجه للاجسام المضاده، وهذا ما يفسر ظهور البروتينات من نوع جاما بشكل مرتفع عند الشخص المريض دون الشخص العادي. هكا اذا هكا فسرنا بلي كاينه استجابه مناعيه نوعيه خلطيه، عليه خلطيه باسكو تمت بانتاج اجسام مضاده. هاي نفوتو للتمرين 2، تمرين 2 حنفوتو، نفوتو خاوتي تمرين 2. فوتو خاوتي تمرين 2، خلاص هاي نفوتو تمرين 2. الخلايا الليمفاوية قال لك التمرين 2، الخلايا الليمفاوية للشخص سين، للشخص سين هذا الممنع ضد الزكام لا تقضي على الخلايا الجسمية للشخص عين المصابة بنفس الفيروس. فيروس، فهمنا شوية كي قال لي فيروس وش من خلايا. نزيد الزكام، لمعرفة ذلك نستعرض الوثائق التالية. الوثيقة 1 تظهر الخلية العارضة المصابة بالفيروس، هاي خلية مصابة، هذه خلية مصابة، وراح يعرض البيبتيد تاع الفيروس هذا. نكمل قراءة التمرين كامل. وش قال لي؟ قال لي ضع البيانات، هاني هنا ها، قال لي ضع لي، قال لي اوضع لي البيانات، حلوا الكتابات تاعكم، قال لي ضع البيانات المرقمة. وين راحت البيانات المرقمة؟ اللي هي في الاخر لهنا، هاي هي في الوثيقة هذه، قال لي ضع لي البيانات المرقمة.
باستغلال نتائج الوثيقتين، باستغلال نتائج الوثيقتين هذه، الوثيقة 2 والوثيقة 1 اللي شفناها من قبيلة، اشرح الوضعية المطروحة في التمرين، وش حاب يوصل لي هو في التمرين. راك تزرب، مانيش راني نزرب، باسكو كي واحد يدير، انا درت الدروس هكا وزدت درت ريفيزيون وزدت درت لكم البارح تمارين تاع باك، نورمالمون درك نطلعوا النيفو، ما نبقاوش شغل في النيفو تاع الارض. علاه؟ باسكو كي نطلعوا النيفو نديروا بزاف درك تمارين تاع الكتاب، ومن بعد عاود البث بشويه وفهم هكا، باسكو ما نقدرش انا نبقى واحد مثلا يجي واحد مش مريفيزي ويحوس يفهم التمارين، راح ساعه اقرا الدرس تاعك وريفيزيه وارواح. انا درت درس ودرت ريفيزيون ودرت حلي باك البارح، هذا الشيء دركا جا وقت نطلعوا النيفو. هاي هيا. اذا قال لي الخلايا الليمفاويه للشخصين الممنوع ضد الزكام، قال لي ضع البيانات هادو، هذا واش راهو اشالا، باين اشالا، هذا البيبتيد المستضد له باسكو معروض رفقه الاشالا. اعطيت لكم ملاحظه، قلت لكم مش شرط يكون كاين تكامل بنيوي بين الاشاله والبيبتيد المستضد المعروض عليه. خلاص هذه باينه خليه مصابه. علاه خليه مصابه؟ باسكو هو قال لك ديجا كاينه خليه مصابه وحده زوج، اي عارضه البيبتيد المستضد رفقه الاشاله. لو يطلب تحديد اشاله واحد، ونورمالمون نحددوا الاشاله واحد باسكو نحددوا الاشاله ونقولوا راهو اشاله واحد باسكو راني نحكي في خليه مصابه، والخليه مصابه ما تعرض لي على حتى اشاله الا الواحد. خلاص استغفر الله يا ربي. نكمل. اذا قال لي الوثيقه واحد ها وقالها لي ديجا، تظهر خليه عارضه مصابه بالفيروس، اذا خلاص الوثيقه اثنين تظهر. اذا نروح نشوفوا هذا الشكل، نروح نشوفوا الجدول هذا وش يقول. يقول التجربة واحد، خلايا جسمية مصابة بفيروس الزكام للشخص سين مزروعة مع خلايا لمفاوية للشخص سين نفسه، نلاحظوا تخريب الخلية الجسمية المصابة. التجربة 2، خلايا جسمية مصابة بفيروس الزكام لشخص عين مزروعة مع خلايا لمفاوية لشخصين، ام شخصين مختلفين، شخصين وشخص عين. قال لي عدم تخريب الخلايا الجسمية للشخص عين المصابة. نعاود ونقرأ، تجربة 2، خلايا جسمية مصابة بفيروس الزكام للشخص عين، انا هزيناها وزرعناها مع خلايا لمفاويه للشخصين، تسمى الخليه اللمفاويه تاع من تاع الشخصين. خلاص تمت الهضره وقضي الامر، والخليه اللي المصابه حطيناها تاع الشخصين، ما لاحظناش تخريب خلايا الجسميه المصابه للشخصين. علاه؟ هذا هو الغرض من التمارين اللي قالك باستغلال نتائج الوثيقه اشرح الوضعيه المطروحه. علاه ما تمش تخريب الخلايا اللمفاويه للشخصين؟ هيا جماعه المريفيسيا، هاي علاه، هيا قولوا لي علاه ما تمش تخريب الخلايا، علاه ما تمش تخريب الخلايا؟ هيا سهلة، علاه ما تمش تخريب الخلايا؟ لماذا؟ ملاحظة، مادام قال لي تخريب الخلايا بين ال تي سي، بلا ما نهضر بزاف هكا، باسكو ال تي سي هي اللي تخرب لي الخلايا، هو قال لك لاحظنا ما تخربتش الخلايا، علاه ما تخربتش؟ هاي لماذا؟ هيا خالتي هيا، علاه هاي شبيكم راقدين؟ نعطيكم شروط تخريب من الخلايا ال تي سي، لا تخرب الا الخليه المصابه، اول شرط. دوزيام شرط، الخليه ال تي سي ما تخربش الا الخليه المصابه والمصابة بنفس الفيروس اللي حرض على إنتاجها. طروازيام الشرط الثالث، الخلية LTC لا تخرب إلا الخلية المصابة والتي من نفس سلالتها. هكا درك أنا ما نهضرش، أنتو ما تقولوا علاه لهنا كي حطينا خلايا لمفاوية تاع شخص عين، كي حطينا خلايا مصابة لشخص عين مع خلايا لمفاوية لشخصين ما تخربتش. علاه باينة. هيا خلينا نفوتوا للتمرين الثالث، التمرين الثالث هيا خلينا نفوتوا له. هيا واحد ما يقوله،
واحد ما على بالو، واحد ما يقول انا ما فهمتش، يجيو ما همش مريفيزيين. علاش تجيو ما كومش مريفيزيين اخاوتي؟ انا ما فهمتهاش هذه، انا ما فهمتهاش. واحد ما كتب لي علاه، مع انها سهله جدا، سهله، قريب 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 الكتاب ينطقها لكم، يقول لكم خاوتي هذا هو السبب على هذيك ما تخربتش. ما تقولوش واحد قال اسكي ما عنديش، ما عندهمش نفس السي ام اش. ممتاز خويا، ممتاز. ها حتى واحد قال لكم، قال لكم اخاوتي ما عندهمش نفس السي ام اش. انا اعطيتك الشرط تاع نفس السلاله، عدم توافق السي ام اش. ممتاز. ثاني اللي قال لي عدم توافق السي ام اش من مالكش، ما عندهم، قال لكم ما عندهمش نفس السي ام اش. ممتاز. اذا عدم تخريب الخلايا عين المزروعه، عدم تخريب الخلايا المصابه لعين المزروعه للشخص المزروعه في وسط به خلايا لمفاويه للشخص سين، نسبه الى عدم توافق معقد التوافق النسيجي سي ام اش، ولا عدم توافق الحاله الاشاله تاع الخليه المصابه وتاع الخليه ال تي سي، ما همش من نفس السلاله. هكا هك صوتي للتمرين الثالث قبل ما نصوتي. شكون اللي ما فهمش ليه ليه؟ مش كل كومونت لازم نستناكم فيه 10 دقائق. شكون اللي ما فهمش ليه ليه؟ هيا خليني نزرب. وممنوع واحد ثاني يكتب لي ما فهمتش هك بركة، يكتب لي ما فهمتش ويبين لي واش لي ما فهمش. ماشي ما فهمتش عاود من الاول. هاي هاي واش لي ما فهمتوش؟ هاي لا ما فهمتوش. هاي هيا خالتي، هيا هيا خالتي، ما فهمتوش؟ استغفر الله يا ربي. يظهر لي انتوما قاعدين تعلقوا في الوقت المناسب، بصح لي كومونت ما يجي توصل بالسيف، او البث ما يجي يوصلكم ليكم انتوما. مثلا انا نكون خلص وهو كي غير وين قاعد يعرض لكم في الشرح. ما فهمتش السؤال تنين. نعاود سؤال تنين. قال لك اخويا، قال لك اشرح الوضعيه المطروحه في التمرين. الوضعيه المطروحه في التمرين اللي هي علاه لما حطينا خلايا تاع شخص عين في وسط خلايا مصابه تاع شخص عين في وسط به خلايا لمفاويه. ركز على الكلام، خليه مصابه في وسط به خليه لمفاويه تاع شخص سين، والخليه اللمفاويه المصابه نعاود حطينا خلايا مصابه لشخص عين في خليه لمفاويه للشخص سين، الخليه الليمفاويه قادره على التدمير، اذا فهي خليه ال تي سي. من شروط ال تي سي ما تدمرليش الا الخليه اللي من نفس سلالتها، عندها نفس السي ام اش، ولا نقولوا عندها نفس العشاره. لهنا طبعا قال لك في التجربه الثانيه عدم تخريب الخلايا الجسميه للشخص عين، هذا يدل على انه عدم تخريبها راجع الى عدم توافق النسيجي، عدم توافق المعقد التوافق النسيجي السي ام اش، ولا ما توافقتش لاشالا. شكون اللي قال لك يا محمد؟ باسكو قال لك خلايا جسميه للشخص عين مصابه بنفس الفيروس، بنفس الفيروس اللي حرض على انتاج الخلايا الليمفاويه للشخص سين اللي هي الخلايا ال تي سي. هكا خلاص. نروح للتمرين الثالث. التمرين الثالث قال لي ظهرت اضطرابات خطيرة على صحة أحد الأقارب، تتمثل في ظهور عدة أورام، الله يعافينا وإياكم، مرفوقة بارتفاع درجة حرارة الجسم، فنصحه بإجراء فحوصات طبية مركزة. نتائج الفحوصات كانت كما يلي: بيّنت التحاليل الدموية وجود أجسام مضادة خاصة بالجي بي 120. الناس اللي مش مراجعة ما نبقاش نهضر معاها انا. الجي بي 120 نديروه مليار مرة، من بعد يجي واحد يقول لي وشي الجي بي 120؟ اجسام مضادة خاصة ضد الجي بي 120، يسمى هذا النوع من المصل بالمصل الموجب. خلاص خلاص. يدل على اصابة الشخص بفيروس نورمال ماكم عرفته وش هو الفيروس اللي اصيب به، وش هو الفيروس اللي اصيب به هذا الشخص. هيا اكتبوه في لي كوموند. بين الفحص المجهري لعينات مأخوذة من عقد لمفاوية منتفخة للعنق عدد كبير من الخلايا المبينة في الشكل واحد التي تتطور وتتحول إلى خلايا المبينة في الشكل اثنين. وين راح الشكل واحد؟ ها تحولت وتطورت إلى خلايا مبينة في الشكل اثنين. سيبون سيبون.
حدد ما تمثله جزيئات الجي بي سونفا بالنسبة للعضوية المصابة، ثم وضح برسم عالي ثم وضح برسم ممتاز اللي قال فيه 10 ممتاز، ثم وضح برسم عليه كافة البيانات بنية الجسم المضاد ضد الجي بي سونفا. قال لكم اخوتي وش تمثل بروتينات الجي بي سونفا بالنسبة للعضوية، وش تمثل في لي كوموند، كل سؤال طرحه اكتبه في لي كوموند. وش تمثل؟ تعرف على الخلايا المبينة بالوثيقة واحد. قال لك شيا الخلايا المبينة في الوثيقة واحد، وين راحت الوثيقة واحد؟ ها ايه وش يا الخلايا، ما حطليش حتى اسهم. بصح انا هو نورمالمون يقول تعرف على الخلية، ما يقولش الخلايا، يقول الخلية المبينة في الوثيقة واحد هكا. زيد، حدد العلاقة بين البنيات التي ظهرت في خليج شكل زوج ووظيفتها، اقترح تس تفسيرا لزيادة حجم العقد اللمفاوية. قال لك اقترح لي يا خويا تفسير لزيادة حجم العقد اللمفاوية، نفس الشيء اللي درناه في السابق. أراد الطبيب المشرف على هذا المرض أن يتعمق أكثر لتأكيد سبب مرضه، فقام بإجراء تحاليل نتائجها مبينة في المنحنى زوج. هاو المنحنى، ها نعطيك تركيز الجي بي سونفا. شوف المنحنى واش معقد، تركيز الجي بي سونفا وتركيز الال تي سي والشحنه الفيروسيه. بصح كل واحد وحاطه لك بكولار باه ما تتخلعش. تركيز الاجسام المضاده ضد الجي بي سونفا راك تشوف فيها بالفيولي، والاخرى بالاحمر، والاخرى بالاخضر، ويعني الاولى بالبنفسجي ثم الاحمر ثم الاخضر. خلاص قال لك هل هذه النتائج، راني هنا قال لك هل هذه النتائج المبينة في المنحنى تؤكد سبب نوع الإصابة؟ وضح ذلك اعتمادا على نتائج الوثيقتين واحد وزوج. بناء على معلوماتك سمي مرحلة المرض ثم فسر النتائج الملاحظة بعد أسبوع السادس من الإصابة. بعد الأسبوع السادس من الإصابة بعد الأسبوع السادس من الإصابة للخلايا اللمفاوية التيكات، لها مستقبلات غشائية نوعية تسمح بتثبيت ودخول فيروس السيدا داخل الخلية التيكات من خلال من بين العلاجات المقترحة لتخلص من فيروس السيدا ولا الفياش. هاو قاله لكم على الاخر، هو حقن عدد كبير من جزيئات المستقبلات الغشائية. يقصد واش يقصد؟ يحقن له سيديكات حر مصنع مستقبلات غشائية المنزوعة من التيكات. التمرين هذا طويل ومليح، ركزوا لي فيه. مش واحد ما يركزش بعد ما فهمتش، ركز ودك تفهم بربي ان شاء الله. حالين الكتابات تاعكم، حالين الكتابات تاعكم. حلين هاي هاي نبدأ. قال لي حدد ماذا تمثل جزيئات الجي بي سونفا بالنسبة للعضوية. واحد ما جاوبني. جزيئات الجي بي سون فا تمثل محددات مولد الضد بالنسبة للعضوية، ولا نقول محددات الفي اش، ولا تمثل واش مولدات ضد بالنسبة للعضوية. خلاص خلاص. قال لي ثم وضح برسم عليه كافة بيانات بنية واش الجسم المضاد جي بي سون فا. واش نرسم له انا؟ يثبت الفيروس على الخلايا اللمفاوية التيكات الموجودة على الغشاء. هي بصح ما كانش هذا هو السؤال تاعي، ما كانش هذا هو السؤال تاعي. خاوتي عطيني الواحد، كي نرسم له انا بروتينات الجي بي 120، نرسم له الفي اي اش هكا باه ما نضيعوش الوقت. نرسم ونعاود ونرسم ونعاود. هاي هاي، واش ترسم له هكا؟
ترسم له بنية، ترسم له هذا الشيء، العمود هذا تسميه جي بي كانونية، من بعد ترسم له دوائر كيما هكا وتسميها جي بي سونفا وخلصنا الهضرة. قال لك ثم وضح برسم عليه كافة بيانات بنية الجسم المضاد. قال لي ما تولحتش عذرا، قال لي بين لي برسم عليه كافة البيانات بنية الجسم المضاد. اللي هنا تتبدل الهضره خاوتي، بنية الجسم المضاد واش ندير؟ ندير جسم مضاد بنيته كيما هكا، هذا هو اسكو، هذا هو بصح كي قال لي برسم عليه كافه البيانات، اسكو ندير هذا؟ لا ما نديرش هذا. ما لا واش نديرو؟ نديرو الرسم تخطيطي مليح. يعني واش نديرو؟ نديرو حاجه كيما هكا، شوف هكا، شو قاعدين تشوفوا؟ ونحط هكا ورابطه كبريتيه، هك ورابطه كبريتيه، وهك ورابطه كبريتيه، ونسميه هذا رسم، او قال لك عليه هذه نسميها المنطقه المتغيره هكا، وهذه نسميها المنطقة الثابتة، هذه اللي من تحت نسميها المنطقة الثابتة. نحس انه البث قاعد يتشوش ما، وهذه نسميها المنطقة المتغيرة هكا، هذه نسميها سلسلتين ثقيلتين، واللي يجوا منها على الجناب سلسلتين خفيفتين هكا. نقول هذه سلسلتين خفيفتين، وهادو نسميهم سلسلتين ثقيلتين. قاعدين تفهموا اخوتي كيف هل او قاع نملي واش قاع نكتب؟ شفتوا هادو؟ هذه هكا، هذه نسميها واش؟ سلسلتين ثقيلتين، وهادو سلسلتين خفيفتين، هادو نقول له روابط كبريتية، ولهنا نكتب له رسم تخطيطي يوضح بنية الجسم المضاد. نكتب له مثلا في عنوانه رسم تخطيطي يوضح بنية الجسم المضاد ضد واش؟ ضد الجي بي صنفة. علاه؟ هو قال لي بين، حدد ما تمثله، قال لي برسم عليه كافة بيانات بنية الجسم المضاد ضد جي بي صنفة، ونرسم له الجي بي صنفة. علاه؟ باسكو باش يعرف اني حطيت له المنطقة المتغيرة، باش يعرف اني حطيت له المنطقة المتغيرة، يعني مكملة لمحدد هذا الجي بي صنفة. نحط له فياش، ونحط نرسم له باللي الفياش مرتبط معاه، ها مرتبط معاه، ونزيد نرسم له فياش خلاف منه مرتبط معاه. خلاص قضي الامر هكا خاوتي. بنية الجسم المضاد في صفحة الكتاب المدرسي. بصح كما قلت لكم وحدة ولا قال لكم هذا، وعليكم السلام. اكتب بلي بنيه الجسم، ارسم بنيه الجسم المضاد كيما حطوها لك في الكتاب المدرسي. وشو كاينه حاجه نولهكم عليها انا، اللي هي ممكن تغلطوا في حاجه، ما تحطوش مولد ضد، لا حطوا عليه باش يعرف انك حطيت المنطقه المتغيره للجسم المضاد مكمله لمحدد مولد ضد. حط له الفي اش، حط له الجي بي 120، وحط له بلي هذا الجسم المضاد مرسوم مليح ومرتبط مع الجي بي 120. خلاص الصورة واضحة خاوتي ولا كيما نعرف واش؟ خلاصة نكمله. تعرف على خلايا المبينة في الوثيقة واحد. وين راح تصير الخلية المبينة في الوثيقة واحد؟ هذه الخلية المبينة في الوثيقة واحد البي،
علاه ال بي؟ كفاية علاه ال بي باسكو شوف هاي النواة كما سبق درناها وهاي الهيولة تاعها وشوف عندها شوية برك من الميتوكوندريات هكا. فهذه خلية يسميوها ال بي كما سبق درسنا البنية تاعها في الدرس، والخلية هذه ال بي بي علاه؟ باسكو متطورة بزاف بزاف عليها. شوفوا النواة قد ما عملاقة وضخمة، شوفوا العضيات قد ما كثيرة وبزاف ونامية. سلام، السلام عليكم. قل لي حدد لي العلاقة بين البنيات التي ظهرت في خلية الشكل زوج ووظيفتها، وش هي العلاقة بين البنية اللي ظهرت بين الشكل زوج في الشكل زوج، حدد العلاقة بين البنيات التي ظهرت في خلية الشكل زوج هذه ووظيفتها، اقترح تفسيرا لزيادة حجم العقد اللمفاوية. من الاخر خاوتي، العلاقة الموجودة هي انه الخلايا ال بي تميزت الى خلايا ال بي بي، هذه تميزت لهذه، هذه انجت الاجسام المضادة. الاجسام المضادة والرد المناعي اللي قامت به وتشكل المعقدات المناعية ادت الى انتفاخ حجم العقد اللمفاوية. هكا نحكيو هضرة علمية درك، هذيك باش فهمتوا. نقولوا العلاقة بين البنيات التي ظهرت في الخليج الشكل 2 وطبيعتها هي علاقة وظيفية، حيث نمو الشبكة الهيولية يدل على تركيب بروتين، يعني على أنها هذه أداة بروتين. شكون البروتين هذا؟ اللي هي الأجسام المضادة. خلاص، باسكو الأجسام المضادة من طبيعة بروتينية، إذن فهي بروتين. زيد ونحب تاني، شوفوا كيما نحب نهضر هضرة علمية وتكون شاملة. نقول له تطور جهاز جولجي يدل على أن هذه الخلية البي بي هي اللي منتجة الأجسام المضادة، وتطور الحويصلات الإفرازية واحتوائها على جهاز جولجي كبير ونامي، واحتوائها على جهاز جولجي كبير ونامي. زيد نقول له استعمال الكثير من الاي تي بي، او نقول له ثاني تطور الميتوكوندريات يدل على استعمال الكثير من الاي تي بي. الاي تي بي تستعمل في عملية تركيب بروتين هكا. إذن ونزيد نفسر له هذه بهضرة علمية. نقول له تفسير زيادة حجم العقد اللمفاوية راجع لتنشيط الخلية اللمفاوية ال بي وتكاثرها، ثم تميزها لخلايا بلازمية داخل العقد اللمفاوية. كي تميزت الخلايا البلازمية داخل العقد اللمفاوية، راحت الخلية البلازمية هذيك راح تبدأ تنتج الكثير من الأجسام المضادة. الشيء هذا أدى إلى انتفاخ، واش أدى إلى انتفاخ العقد اللمفاوية. قال لي هاي، قال لي حدد العلاقة اللي ماهوش قاعد يفهم خالتي من دروك، يقول لي واش ما فهمتش، ما يخلينيش حتى نخلص. بالنسبة هي اللي احنا ذكرت تعضي الخلية، ذكرت باللي تعضي الخلية هذا هو اللي ساهم لي وخلى لي واش وخلى لي الخلية تولي منتجة للأجسام المضادة، يعني احتوائها على عضيات محددة كما جهاز جولجي الكبير، شبكة هيولية فعالة كبيرة، وكلش نامي، ونواة نامية وكبيرة، وغشاء متموج تاني ما ذكرناهاش، وغشاء متموج دليل على كثرة الإفرازات، هكا غشاء متموج دليل على كثرة الإفرازات. استغفر الله، نكمل. قال لي اقترح تفسير لجهاز العقد اللمفاوية، إذا التفسير نقول له راجع إلى تنشيط الخلية اللمفاوية ال بي وتكاثرها، ثم تميزها إلى خلايا بلازمية داخل العقد اللمفاوية. قضي الأمر. زيد أراد الطبيب المشرف على هذا المرض أن يتعمق أكثر لتأكيد سبب مرضه، فقام بإجراء تحاليل نتائجها مبينة في منحنى الوثيقة 2. هاي القابل بلي تركيز الأجسام المضادة ضد الجي بي 120 شوفوا كيفاه عالي، ولقى بلي الشحنة الفيروسية شوف كيفاه طلعت من بعدها هبطت. هاو منحنى الشحنة الفيروسية، ها طلعت من بعدها هبطت. شوفوا نقول لكم شو ديروا، ركزوا من هاو عمود وهاو عمود، هذا عمود الأخضر وحاط لك من الشحنة الفيروسية، اي تبدا من السما، تبدا من وما تبداش من هكا سماها طلعت وهبطت. بالنسبة للأحمر، ها الأحمر هي تبدأ من ما تبداش من ها شو ها طلعت. إذا تركيز الخلية ال تي سي قاعد يصعد، بالإضافة إلى تركيز الأجسام المضادة قاعد يصعد،
وشحنة الفيروسية اللي هي قصدوا بها الفياش، الفياش قاعدة طلعت وبعدها هبطت. ماذا نلاحظ؟ قال لك هل هذه النتائج المبينة في المنحنيات تؤكد سبب نوع الإصابة؟ وضح ذلك اعتمادا على النتائج. طبعا تؤكد نتائج المنحنى نوع الإصابة، علاه؟ باسكو كاينة شحنة فيروسية، إذا الشخص هذا راه مصاب بالفياش. وحدة، نقولوا الزوج واش هي؟ نقول لكم الزوج واش هي. الزوج وجود تركيز، وجود أجسام مضادة ضد الجي بي سونفا دليل قطعي على وجود فياش. ثلاثة، تركيز الخلية ال تي سي. دوك نقولوه تركيز الخلية ال تي سي على حتى ساهم لي هو والأجسام المضادة في تناقص الفيروس فياش. قال لي هو درك نجاوبه على قد السؤال. هاو السؤال هو هنا. قال لي هل هذه النتائج المبينة، قال لي هل هذه النتائج المبينة في المنحنى تؤكد سبب نوع الإصابة؟ وضح ذلك اعتمادا على واش؟ قال لي اعتمادا على نتائج الوثيقتين واحدة وزوج. الوثيقتين واحد وزوج، هاي الوثيقة واحد تدل على وجود البي بي، تدل لي على إنتاج أجسام مضادة، وزوج اللي هي نعتد لي باللي صح كاين تركيز من الأجسام المضادة والال تي سي قاعد يطلع، وشحنة الفيروسية كي بداو التركيزين هادو اللي هما الأجسام المضادة والال تي سي يطلعوا، الشحنة الفيروسية بدات تتناقص. إذا فنقولوا فعلا تؤكد. التوضيح نوضح له. قال لي وضح ذلك ولا ما قاليش؟ ايه قال لي هاي قال لي وضح ذلك، قال لي وضح ذلك. نوضح له، نقول له التوضيح. الوثيقة واحد تبين تطور الخلايا اللمفاوية البي، تبين لي ولا لا؟ هاي خلية لمفاوية البي تطورت الال بي بي ولا تميزت الال بي بي، البي بي قامت بعملها خلاص. اذا الوثيقة واحد تبين تطور الخلايا اللمفاوية البي بي، سي بون. بينما الوثيقة 2 تبين تركيز مرتفع للأجسام المضادة ضد الجي بي 120 المميز للفي اش، ولا الذي يمثل محدد الفي اش هكا، مع زيادة في الشحنة الفيروسية، مع زيادة في الشحنة الفيروسية. إذن فحتما إن شاء الله تبقى واضحة بزاف تصويرك معك. إذن فحتما كاين واش كاينة استجابة مناعية صارت، كاينه استجابه مناعيه صارت، وحتما الشخص هذا راه مريض بالفيروس. بناء على معلوماتك سمي مرحله المرض. وش هي المرحله كما حسب وش حفظت وملخصات وش بعثت لكم؟ وش هي المرحله اللي مصاب بها الانسان هذا من المرض؟ اذا ما هي المرحله؟ المرحلة هي مرحلة الإصابة الأولية، هي مرحلة الإصابة الأولية هي اللي تتميز لي بظهور أجسام مضادة ضد الجي بي سونفا هكا. اذا هي مرحله الاصابه الاوليه، علاه؟ تميزت لي بظهور اجسام مضاده هكا. قال لي سمي مرحله المرض ثم فسر نتائج الملاحظه بعد الاسبوع السادس. هاني في الكتاب قال لي فسر لي نتائج الملاحظه بعد الاسبوع السادس من الاصابه. شوف راني في خمسه، شوف راني في خمسه، ها هو الاسبوع السادس. قال لي اللي وراه فسر لي نتائج، شوفوا الاجسام المضاده بالفيولي على ديك سميتها مرحلة الإصابة. ما بعد الأسبوع السادس تتبدل الهضرة، ما توليش اسمها مرحلة الإصابة الأولية. إذا المرحلة قال لي من اعتماد على معلوماتك سمي المرحلة، قلنا له المرحلة هي مرحلة الإصابة الأولية. قال لي درك فسر النتائج، نقول له تفسير النتائج الملاحظة بعد الأسبوع السادس أي تتناقص الأجسام المضادة وزيادة في الشحنة الفيروسية والخلايا ال تي سي. كما رانا نشوفه خاوتي، الأجسام المضادة قاعدة تنقص، الأجسام المضادة قاعدة تنقص، وزيادة الخلايا الأجسام المضادة قاعدة تنقص، وزيادة في الشحنة الفيروسية. بخ خاوتي، الشيء اللي كنت نذكر فيه غلطة غلط غلط. الأجسام المضادة ورا الأسبوع السادس تزداد والـ LTC تزداد هكا، والشحنة الفيروسية تنقص. شكون اللي قال لك يا محمد أخويا؟ أنا ما نهضرش، انا نخلي الكتاب لي يهضر.
شوف هاي خلية لمفاوية ال تي كات، شو هاي الشحنة الفيروسية اللي هي في عشان نهار قريناها بالأحمر هكا. شوفوا بعد الأسبوع السادس نحينا مرحلة الإصابة الأولية كما سميناها، ورا الأسبوع السادس ها وش صرا؟ نقصت كمية الفياش بشكل كبير. بصح هذه محمد خويا يتاع الخلايا الليمفاوية ال تي كات، ما هدرتلكش أصلا على هذه. هاي أقرأ لهن وش هي كاينة لهن، أجسام مضادة ضد الفياش بليس بليس بليس، يعني قاعدة تظهر الأجسام مضادة ضد الفياش. ورا الأسبوع السادس نقصت كمية الفياش بشكل كبير، دليل على الأجسام المضادة قاعدة تظهر هكا، قاعدة تظهر، وهي مرحلة الترقب، ولا نقولوا لها الإصابة بدون أعراض هكا. وبالتالي كي نقصت الالتيكات تزيد، كي تزيد الالتيكات تبدا الالتي سي تزيد. علاه تزيد الالتي سي؟ باسكو الالتي كات تتميز الالتي اش اللي تحفز لي الالتي ويت باش تتميز لي الالتي سي وتولي تدمر لي الفي اش هكا هكا. ورا الاسبوع اللي ورا 12 هذا، وهما بالسنوات ها، واحد سنة زوج سنة ثلاثة سنة، لتما تعاود تبدا تنقص الأجسام المضادة. إذا هذا نقولوا زيادة أجسام مضادة وزيادة ال تي سي تقابلها انخفاض في تركيز الشحنة الفيروسية ورا الأسبوع السادس. علاها؟ باسكو قال لي أسابيع، كون قال لي سنوات نبدا نشوف كيف نبدل الهضرة. خلاص خلاص. إذا قال لي بعد الأسبوع السادس فسر النتائج الملاحظة بعد الأسبوع الناتج. النتائج الملاحظة بعد الأسبوع السادس هو أن الأجسام المضادة قامت بالارتباط مع الفي اتش، مع جي بي 120، مع محددات الفي اتش، مما أدى إلى منعه من غزو المزيد من الخلايا ال تي كات التي تميزت إلى ال تي اتش، قامت بتحفيز الخلية الليمفاوية ال تي ويت إلى التمايز إلى خلية ال تي سي، ما نتج عنه ارتفاع في نسبة الخلايا الليمفاوية ال تي سي. وارتفاع نسبة الأجسام المضادة راجع أيضا إلى ماذا؟ راجع أيضا إلى أن الخلايا الليمفاوية التائية ال تي كات بعد أن تميزت ال تي اش، قامت الخلية الليمفاوية ال تي اش بتحفيز ال بي إلى أن تميزت ال بي بي منتجة للأجسام المضادة. خلاص خلاص جماعة، اللي ماشي قاعد يفهم يكتب من درك، مانيش قاعد نفهم ما يخلينيش حتى نخلص لخطر من بعد ما نجاوبوش. قال لي للخلية الليمفاوية التائية التيكات لها مستقبلات غشائية نوعية. وش هي مستقبلات غشائية نوعية للالتيكات؟ عندها تي سي ار وي، وعندها مستقبلات غشائية خاصة بالانترلوكين سنين، وعندها المؤشر النوعي سي دي كات، تسمح بتثبيت ودخول فيروس السيدا. اذا برك حدد لي وانا المستقبل اللي يقصدوا عليه، وانا خاوتي هو مستقبل السيليكات، هو اللي يسمح الفيروس السيدا بانه يدخل. نسيت اخويا، نسيت هذه. واش سيليكات للخلية ال تي اش؟ ها وهاو جي بي 120 تاع الفيروس كيف مرتبط معاه. نكمل. داخل الخلية التيكات، من بين العلاجات المقترحة للتخلص من فيروس السيدا هذا هو حقن عدد كبير من جزيئات مستقبلات الغشائية المجزوعة من التيكات. شكون اللي يقصد لي السيديكات؟ قال لي فسر طريقة هذا العلاج. استغفر الله. قال لي فسر طريقة هذا العلاج. طريقة هذا العلاج تتمثل في حاجة يعيطولها التضليل المناعي. كفاه التضليل المناعي، وذلك لأنهم يحقنوا واش؟ يحقنوا مؤشر نوعي السيديكات مصنوع مخباريا، حر مصنوع مخباريا في الجسم تاع الإنسان، فيتضلل الفي اي اش هذاك، يولي يرتبط مع السيديكات، وحاط روحه مع السيديكات الحر المصنع هذاك، وحاط روحه كشغل قد يرتبط مع من؟ مع السيديكات تاع الخلية التيكات. فهو ما يقدرش يميز، ما عندوش عقل، فلما ما يميزش تولي معظم جزيئات ولا عدد كبير من الفياش خاوتي، يولي عدد كبير من الفياش ما يقدرش، يولي عدد كبير من الفياش ما يقدرش واش؟ عدد كبير من الفياش ما يقدرش يرتبط مع الالتيكات. قضي الامر، قضي الامر. شكون ما فهمش يكتب لي. من لم يفهم هيا، من لم يفهم ما تلقيت حتى تعليق كامل، فهمت والله باركة.
ماذا بينا إذا كان من فهمت الله يبارك، ماذا بينا؟ ما لسنا بخابتي حتى نشرب ونجي ونكمل التمرين الرابع. اليوم نسينا حاجة مهمة جدا، وش هي؟ نسينا ما قلناش بسم الله، اللهم لا شيء سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فأنا بما علمتنا وزدنا علما. هاي هاي نكمل. وش قال لي؟ نقرأ التمرين الرابع مع بعضنا نكمله. تعليقات ما جاتش، ما هاي هاي نكملوا، هاي هاي نكملوا على بركة الله. الصورة، الشاشة، الصورة مش واضحة. يعني قلت لكم خالتي جيبوا كتاباتكم، جيبوا كتاباتكم وتبعوا، بتبعوا شكاك برك، باسكو اكمك شرحت تستفاد لازم تجيب كتابك. جيب كتابك، احضر كتابك، جيب كتابك خويا، سهلة، جيب كتابك. هكا جيب كتابك، نبداو. هيا على بركة الله. إذا تظهر على بعض الأشخاص الأمراض السرطانية تتدخل العضوية لمكافحة هذه الخلايا السرطانية، عافانا الله وإياكم، خلايا خبيثة. طبعا مادام خلية سرطانية راح تعرض لمحدد مولد ضد ولا البروتين السرطاني تاعها. رفقة واش؟ رفقة واش؟ رفقة الأشعة واحد. مادام الأشعة واحد يعني الـ LTC يعني الـ LTV. ممتاز، هيا نكمل، هيا نكمل. إذا نحقن الخلية السرطانية لفأر بعد أسبوعين ننزع منه مستخلص طحالي من الجهة ومن جهة أخرى كمية من المصل، ونضع كل منهما في أنبوب اختبار مع خلايا سرطانية على التوالي. الوثيقة واحد تبين صورة بالمجهر الإلكتروني لعينة مأخوذة من أنبوب الأول في زمنين مختلفين اللي هما زين واحد وزين اثنين، زين واحد وزين اثنين. هكا هكا الوثيقة واحد تبين لي صورة بالمجهر الإلكتروني لخلية مأخوذة من الأنبوب الأول هكا في زمنين مختلفين زين واحد وزين اثنين. حلل هذه النتائج محددا نوع الاستجابة المناعية. وأنا نقرأ، أنت تبع في كتابك باين أخويا. زوج بواسطة رسومات تخطيطية واضحة، قل لك فسر لي، فسر لي النتائج الملاحظة في الوثيقة واحد، فسر لي النتائج اللي لاحظناها في الوثيقة واحد علاه نحلل الخلية السرطانية. بين بالمخطط تدخل الجزيئات الدفاعية من لحظة ظهور الخلية السرطانية إلى ظهور النتائج الموضحة في الوثيقة واحد. قال لك بين لي بالمخطط، بين لي بمخطط الجزيئات الدفاعية اللي تتدخل من لحظة دخول الخلية السرطانية إلى لحظة الحصول على تاع الواحد، هذه نتائج الواحد. وش نقوله؟ هاي ماذا نقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حلل هذه النتائج. وثيقة واحدة قال لك حلل لي يا خويا هذه النتائج محددة نوع الاستجابة المناعية ديراكت، مادام خلية سرطانية يعني خلية تاع جسم أصيبت بداء السرطان ولات خلية سرطانية، ركبت الأشالة بداخلها والبروتين السرطاني بدأ عرضتهم. استجابة مناعية نوعية خلوية، باسكو الخلية السرطانية تعرض محدد الذات رفقة الأشالة واحد. استجابة مناعية نوعية واش؟ خلوية. ممتاز. تحليل، نقول الوثيقة واحد تمثل، لازم عنوان، تمثل خاصية التعرف المزدوج للخلية اللمفاوية الدفاعية، ولا نقول للخلية اللمفاوية السمية ال تي سي مع الخلية المصابة، ولا نقول مع الخلية السرطانية وتدميرها، ولا نقول وقضاء عليها هكا. حيث نلاحظ إثر التعرف لما قامت الخلية ال تي سي بالارتباط بشكل نوعي مع الخلية المصابة بالسرطان، قامت بتدمير الخلية السرطانية. خاوتي يجيبوا كتاباتكم، الواحد مش واضح، كل واحد نورمالمون عنده كتاب مدرسي يجيبوا ويهزوا. اني ما حبيتش ندير تمارين تاع الباك غير على السبه هذه، باهي واحد يقول لي مش واضحه الصوره، ولا جيب كتابك اخويا تولي واضحه. اذا نقول له حيث نلاحظ عندما قامت الخليه ال تي سي بالارتباط بشكل نوعي ومع الخليه اللمفاويه، شكون مع الخليه السرطانيه، قامت بتدميرها بعد مدة زمنية قصيرة جدا. هكا هذه التحليل. قال لي بواسطة رسومات تخطيطية فسر النتائج الملاحظة في الوثيقة واحد. تخطيطية هاي فاهم ليه. بالنسبة للرسمي دوك نرسم لكم، شوف ولا نحيو الكتاب خلاص ونرسمه. هذه خلية ال تي سي، هو قال لك بين لي فسر لي بواسطة رسومات تخطيطية واضحة فسر لي النتائج الممثلة في الوثيقة رقم واحد. هاو واش وش هذا؟ تي سي ار. اللي قال لي عليه ما تحلش باج في اليوتيوب، خويا عندي ماشي باج، عندي قناة في اليوتيوب، والقناة في اليوتيوب ديجا اني حاط فيها، ودرك بعد صبر دقيقة برك نشوف حاجة، ودرك بعد درك وانا قاعد نشرح لكم قاعد يتم رفع فيديو خاص بالمشبك، هكا قاعد يتم رفع فيديو خاص بالمشبك باسكو اني خلصت تمارين المناعة بالنسبة للباش في اليوتيوب، فيديو خاص بالمشبك. علاه ندير لكم تاني بثوث مباشرة باش نشوف الناس اللي مش فاهمة، باسكو في اليوتيوب ما فهمتش ما تقدرش تقول لي ما فهمتش، على عكس اللي هنا هكا. بس نورمالمون خلصنا اصبر برك يا خويا وش راح دير، اصبر العام هذا لي ما جاتش على هذه. مشوشه خاوتي الصوره بزاف ولا قاعدين تشوفوا بشكل واضح؟ قولوا لي. هاي ساعة بعد ما عليناش، رانا دايرين ربع تمارين ملاح، المهم هذا اليوم الأخير في المناعة. استغفر الله استغفر الله.
غير واضحة الصورة. اصبروا اصبروا شوية حتى توضح ونديروها. اصبروا حتى توضح لنا في راس. اصبروا حتى توضح خاوتي ونكملوا. هاي وضحت دركا، هاي وضحت نورمالمون، دركا وضحت شوي. مام درك غير واضحة، ما تهبلونيش خاوتي. واضحة واضحة، لاشا واضحة شوية. تاكي تقول لي غير واضحة، تاع مش واضحة والو، ما يبان والو، كيما اللي كانت قبيلة ودركا مش واضحة. ما نظنش هذه خالية سرطانية. خلها هيك مليح. استغفر الله، زدت شوشت. دوك نبقاو نبدلو في لي بوزيسيون حتى تصلح. راكم تعقبوا العام وتديو الباك بربي ان شاء الله، وتتفكروا التنشيفات هذه اللي قاعدين تنششهم فوها كامل، توليو تتوحشوها. قولوا من بعد محمد ما قالش، توليو تتوحشوا مام التنشيف هذا اللي قاعدين تتنشفوه، تتوحشوه. اسكس علينا، ما رأيكم درك؟ دركة مليحة، دركة اللي يقول لي مش مليحة ما تفهمش معاه. مليحة مليحة. كاينة حاجة لازم ننوه عليها خاوتي، انا مانيش تلميذ كيما نتوما هكا، انا مانيش تلميذ كيما نتوما هكا. ومادا بيا تكون العلاقة كاين فيها الاحترام هكا. ما مي... معليش انت ما توحشتش، ما توحشتش. يعني كاين ناس تتوحش، ما تقولش تكذب، قول ما كانش منها وما تقولش تكذب، فهمت؟ شوية احترام خاوتي، شوية احترام، باسكو المرة الجاية اللي يقلل الأدب بني نبلوكيه من البث طول. كيما واحد خطرة قال لي اسمع انتايا وبدا يسب، بلوكيتو من البث. مادا بيكم شوية احترام. استغفرك يا ربي يا ربي، استغفره يا الله، استغفر الله. ياكم ما تدعيو ما والو، انتوما تاني ودرك مليحة دركة. لنا بقات حصلت لنا في 80 الرابع، سبحان الله. كنت راح نزيد لكم على بالك، مي درك مانيش راح ندير 80 الخامس، بالك مانيش راح ندير. وين كنديرو برك 80 الرابع ونشوف رأيي اذا كان ندير 80 الخامس ولا لا.
بلاكي مليحة دونك. انت تقولها للناس كاملة، هي احترم روحك برك، احترم روحك، فهمت؟ انا معايا ما تقولهاش، هضرها مع الناس كامل وانا احترم روحك. خلاص فسدت، فسدت، سبحان الله فسدت. صاي دوك انا نشرح وانا بعيد على الطابلة بمترتين. هيا خاوتي، باينة ولا مش باينة؟ خلينا نخلصوا علينا عذرين الليلة هذه. باينة باينة خاوتي، نديرها ولا ما نديرهاش؟ لكن مش باينة، خلينا نكوبيو علينا الفيديو وغدوة نبداو في المشابك وخلاص. سبحان الله، فعرفتوا باللي راني قاعد نقعد. معليش هاني نط، ارواحي برك ارواحي. يا حيا سبحان الله. خليني نشرح وانا واقف، خليني نشرح. ايش قال لي رياضة؟ كيف اخويا هذا شيشة. سبحان الله، اوليو تقول اوليو رياضة رياضة اخويا، ما تهبلنيش انت، غلط. ما تقوليش راك تكذب، ما تعرفش السن تاعي قداه، وانت بالك العام هذاك باك، انا يعني عندي بزاف من اللي فوتو وديته والحمد لله. هكا ما تقوليش تكذب، سهلة. مي قلت لك ما تقوليش انت باقي تقول انا نقولها للناس كامل. الله يسهل عليك اخويا، انا ما تغلطش فيا وتقولي للناس كامل هكا، وانا كي نهضر لك الهضره هذه مش كان نفرج فيك الفوش كيما تقول انت هكا. فربي يهديك برك، ربي يهديك، وخلينا نكملوا علينا، نكملوا اخواتي. هيا كمل الشيخ، هيا دوك نكمل، كمل، هيا نكملوا. تبعوا في كتاباتكم، الصوره كما تجيش من الله يسهل. قلت كل واحد يجيب كتابه، قلت كل واحد يجيب كتابه. قال لي فسر يا المشكلة الرسومات، سحقني اني نوضحها لكم. بي شوفوا هاي، شفتوها؟ وش هي هذه؟ هذه ال تي سي، ونشوفوا التي سي ار، ونشوفوا السي دي ويت، ونشوفوا هاو البروتين. شفتوه كيف مرتبط مع التي سي ار بشكل نوعية، واشالا واحد، والخلية السرطانية. بعد نرسموا ال تي سي، اصبروا نرسمها بعد نجيبها لكم. بعد نرسمو الخلية ال تي سي كما راكم تشوفوها. هاي خلية ال تي سي، عندها التي سي ار والسي دي وي تاعها هنا، والخلية وبقايا الخلية المصابة اللي دمرت بهذا البارفورين. هكا يعني سبحان الله، خليني ندخل للمشبك ونزيد نشوف واش راح يصير. قال لي فسر النتائج الملاحظة في الوثيقة واحد. خلاص فسرناها هكا، فسرنا احنا، فسرنا نتائج الملاحظة في الوثيقة واحد. بين بمخطط، المخطط ها هو خاطي، ها
هاو المخطط الذي لو طلب مني نفسر به نفسر به هكا. ها هذا هو المخطط. هادو في زوج، علاه ما ندخلش الال بي؟ باسكو قال لك في الاستجابه المناعيه هذه، ها او في الكتاب الصفحه 118 تاع الال تي ويت، وتحطوه هكا وتاع الال بي. شا قاعدين تشوفوا، هذا هو المخطط اللي لو طلب منك قال لك فسره وفسره، تحطوه هذا وترسمه له كيما راهو. ما ترسمش انت هذه برك تاع الال بي، ما ترسمهاش، ترسم هادو في زوج. ها هي وضحت درك؟ راني يعني نشوف فيها وضحت. واحد ما ينطق، واحد ما ينطق ويقول اي وضحت الشيخ ولا. هاي نكملوا شو. ها هادو هما اللي ترسمهم له. صاي خاوتي صاي. خلاص خلاص، اذا الحمد لله درنا تمرين، درنا زوج، درنا ثلاثه ودرنا اربعه، هكا مفهوم كامل. مادام وضحت نجيب نزيد نعطيكم تصاور. الحمد لله نعطيكم تصاور. هذه هي الاولى اللي ترسموها نتوما وتحطوا العنوان، رسم تخطيطي يوضح تعرف المزدوج للخليه ال تي سي على الخليه السرطانيه. بعد رسم تخطيطي يوضح تدمير الخليه ال تي سي ولا قيام الخليه ال تي سي بتخريب الخليه المصابه. لهنا تحطوا عنوان اسهم وتحطوا بقايا الخليه المصابه، هكا اسهم وبقايا الخليه المصابه. ربي سيدي على ربي، استغفر الله يا ربي استغفر الله. صلي على النبي يا خوتي، صلي على النبي. جاني سؤال قال لي رياض انت مرضى، انت مرضى. خلاص اخويا سامحني، يعني انا اللي غلط في حقك. خلاص بركة بركة بركة، حشم علينا. نديروه اكل، كيف يعني نديروه اكل؟ ما فهمتش. هذا المخطط. وي وي ديروه كامل. هيه هيه المخطط اللي كنت نعت لكم فيه هذا، من لحظه تعرف الالتي كات على الخليه العارضه الى لحظه تعرف التي ويت على الخليه العارضه، وترسموا هذا الشيء، هذا كامل. وي هكا هكا. وي وي خلاص خاوتي، عندكم اسئله ولا ما عندكمش؟ عندكم أسئلة ولا ما عندكمش؟ اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد. ما يبانوش الرسومات، هزوا الكتابة تاعكم ولا قصدكم على الرسومات تاعي. هادوك ما لقيتوش ندير بين الليلة هذه. ها الليلة هذه عندوني ها الكونيكسيون سانطا فوق اللازم، وعلى هذيك اصبروا. ما من الفيديو فيه 19 دقيقة من الصباح وانا حاطو. هي الديفو مش الكونيكسيون اللي مش مليحة، انا اللي قاعد نصور في بلاصة بعيدة بزاف 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 على المودم، على هذيك ما ميش الكونيكسيون مش مليحة. انا حاط كونيكسيون مليحة الحمد لله. وش هي كاينة ناس تسقسي تقرعش لازمني نجاوبها، هاني جاوبتك على واه الكونيكسيون ثقيلة. خلاص هاي هاي المخططات، هاي ال تي كات، هاي تي سي ار، هاي سي دي ويت، هاي الخلية السرطانية، هاي الاشهر. هذه الرسمة الاولى، رسم تخطيطي يوضح تعرف المزدوج للخلية ال تي كات على الخلية على الخلية السرطانية. بالنسبة للثاني، بالنسبة للثاني سبحان الله، واحد يقول لي واش اخو كاش جديدة، وعلى باله باللي كل مرة قاعد نبث. ال تي سي هاك تشوف فيها، هاي تي سي ار، هاي سي تي ويت. اللي هنا ترسم البقايا كما هذه، وترسم بروتين بيرفورين، تحط سهم تكتب بروتين البيرفورين، تحط اللي هنا خليه تائيه سميه، تحط اللي هنا بقايا الخليه المصابه. ولو كانت تحب تزيد مرحله قبل هذه تنعت له باللي البيرفورين كفاه خرق الخليه. وين كاينه في الكتاب هذه؟ دوك نعت لك وين كاينه. ها
شفتو منين الحويصلة؟ شفتو منين الحويصلة؟ هاي تحبو ترسم تخطيط يوضح آلية تدمير الخلية المصابة مثلا. انت ما تكتبليش تدمير عمل البرفورين. شوفوا ها، شوفوا هذه هي الخلية ال تي سي وهذه الخلية المستهدفة، وشوفوا كفاه اندمج الحويصل بظاهرة الإطراح الخلوي، دخلت حويصلات البرفورين، دارت ثقوب وقنوات حلولية، دخلت الماء والشوارد الأملاح. زيد النعاس لكم. شوفوا الصورة بالمشار الإلكتروني، هذه مدوها في الباك 2016 البارح وحنا نحلو فيها. صورة بالمشار الإلكتروني لغشاء الخلية بعد تأثير البرفورين عليه. زيد وين كاينة في الكتاب؟ هاهي شتوها، هاي هاي تزيدو تحبو ترسمو هادي، هاي المرحلة الأولى ترسمو انتو ما بصح تدمجوهم التعرف بعد حويصلات البرفورين، ولا هاديك أحسن ومن بعد تحطو حويصلات البرفورين جي كمراحل هكا. أنا درتها غير بزوج مراحل، لا تحبو توضحو أكثر ديروها بثلاثة. اذا هذه هي اللي قال لك خوتي، اذا الصوره واضحه واللي قاعدين نشوفه واضحه قولوا لي اي واضحه. قال لك بين بمخطط تدخل، خلاص انا بينا وظهور نتائج الموضحه في الشكل واحد، خلاص بينا سيبو. المخطط اني نعس لكم وانا اللي ترسمه هكا خوتي. وعلى ديك مخططات كيما شوفوا، شفتوا المخطط تاع تاع المخطط التحصيليه احفظوه، المخطط تاع المخطط التحصيلي صفحه 118 يحفظ عن ظهر قلب، تحفظوه. هذه هي برك، هذه هي برك اللي عنده استفسار ولا سؤال بسيط. انا قاعد نقول استفسار، ماشي واحد يبعث لي تمرين كيما تصرى، واحد قال لي دير لي بحث، الاخر بعث لي تمرين وقال لي حلهولي ومن بعد بعثهولي. خير ان شاء الله اخوتي، ما تمسخروش بيا. مش كيسيون، ما تمسخروش بيا، كيسيون تاعك شغل إيه، مانيش بعد مانيش قاعد انا باش نحل لك تمرين ولا ندير لك بحث ولا هادي تمسخير. هادي شغل قد تمسخر بروحك. عندك سؤال ابعث نجاوبك عليه، وي عندك استفسار ابعث. وثاني ننصحكم بمشاهدة الفيديوهات اللي على القناة تاعي، راني مدير الوحيد تاع المناعة، وقريبا ان شاء الله راح يهبط ثاني فيديو فيما يخص المشبك، درت فيه كومون الراحة. هذه هي برك واضحة دركا الآن، الآن راهي واضحة، الآن واضحة واضحة أي الحمد لله. خلاص خاوتي هذه هي، راح نكوبيو الفيديو كدا في البث، كدا وصلنا في البث. ساعة ونصف، ساعة ونصف كافية، ساعة ونصف كافي، ولا نديرو تمرين خلاف؟ واضحة واضحة. خلاص خاوتي اذا راح نحبس البث، رأيي اني نحبس البث. واش رايكم تحبون نزيدو نديرو تمرين خمسة؟ هيا هيا ليه ليه، الصورة لا كان الصورة واضحة اكتبوا لي واضحة، ولا حبيتوا نزيدو نديرو تمرين خمسة خلينا نديرو، لا قلتوها خليني خلاص نلحق البث. هيا لا واضحة خليني نديرها، لا مش واضحة خليني ننهي البث، نديرو تمرين خمسة. نديرو تمرين خمسة، نديرو تمرين خمسة صح خاوتي؟ وش هي اي هادي؟ الناس كامل بعثت لي اي، يعني واش اي؟ يعني نديروها ولا ما نديروهاش؟ نديروه ولا ما نديروهش؟ اسالي وي وي. بالنسبة لي قالت لي استاذ سؤال، لا وي اسالي وي، حاجة باينة بلا ما تقولي استاذ سؤال. تمرين خلاف هادو هما التمارين، قاعدين نحلو تمارين على الكتاب، ما نحلوش تمارين خمسة. نزيدو تمارين، نزيدو تمارين، هيا وشبي يا صاحبي نزيدو وي.
نديروها هيا نديروها هيا وعجبني هذا. علاه؟ باسكو فيه هادو الاقواس بالنسبه لي قالت لي سؤال اسالي. هيا نكملوا مادام قلتو نكملوا. هيا وليه ليه بعد. تستعمل العضويه عند اصابه بالفيروس التهاب الكبدي. خاوتي هذا الفيروس على الالتهاب الكبدي حليت التمرين كيفو حطيته في اليوتيوب. ماذا بيا كون نلقى فيديو خلاف ندير يعني تمرين خلاف نديرو باسكو كاين اللي عينو يروح يشوفو في اليوتيوب يروح يشوفو في تمارين في احدى تمارين المناعه. بصح لازم نشوف لكم تمرين خلافي يكون عوض عليه مليح. كامل على الفياش هذا خلينا. كاينش حاجه خلاف غير الفياش. ها صراحه ما راح تطور الفياش. هذا على الفياش وهذا على الفياش وحنا درنا على الفياش. زيدوا هذا على واش. رسم تخطيطيه اللي تعرف الخليه الليمفاويه التائيه على محدد المستضاد بين الوثيقتين 2 و3 فتمثلان مصدر البيبتيد المستضادي المقدم من طرف الخليه الخاصه والخلايا العارضه. وهذا هو الوضعيه الادماجيتين هذو على الفياش. نديرو هذه قال لك تعرف على الخليتين وين راحوا الف والخليه با. هيا نديرو هذا هيا نديرو هذا هيا نديرو هذا. انا راح نديرو التمرين الثامن. حلوا الكتابة تاعكم على الصفحة 124 راح نديرو التمرين الثامن. نبداوه هيا نبداو كدا وصل للبث طويل بزاف راح يوصل. نبداو توكلنا على الله. تمثل وثيقة واحدة رسم تخطيطين لآلية تعرف الخلية الليمفاوية الوضعية الإدماجية تنين تنين على الفياش. وحنا كي غير وين حلينا واحد على الفياش هكاكا وكشغل ولات كشغل الدعوة كامل معمرة بالفياش ما تصلحش. أنا نوعت لكم والكبدي هذا حط تمارين عليه في اليوتيوب باش يجيو تمارين بزاف. ولا هنا هذه على الالبي والفياش هذا وين كنت نحل فيه التمرين الثالث على الفياش. ومن بعد درت على السرطان ودرت واحد على انتفاخ العقد الليمفاويه وزوج الخامس مانيش راح نديرو راح نديرو الثامن هكا راح نديرو الثامن. ثم مثل وثيقه واحده رسما تخطيطيا وهذا الوضعيه الادماجيه الاولى هذه اي ثاني على الفياش. ها اذا تمثل وثيقه واحده رسما تخطيطيا لآلية تعرف الخليه الليمفاويه التائيه على محدد المستضد بينما الوثيقتين 2 و3 فتمثلان مصدر البيبتيد المستضد المقدم من طرف الخليه الخاصه واليه التعرض عليها. اعطاني خليه الف وخليه باء. الخليه الالف تعرفت عليها الالتقاطه ركز ركز والخلية با تعرفت عليها الالتويد نورمالمون بانت الحالة. قال لك تعرف على الخليتين الف وبا ثم ضع البيانات. ما هي الخلية الف؟ طبعا انا مش راح نقول راح نخليكم انتم اللي تقولوا في التعليق ونفوت للسؤال اللي وراه طول. علاه؟ باسكو باش نعرف اذا كنتوا قاعدين تريفيزيو. السؤال اللي وراه قال لي ضع البيانات المرقمة في كل من الوثائق 1 2 3 وين راح؟ الوثائق واحد هاي هذه خلية التويد هذه خلية با هذه خلية با. الستة هذا بروتين واش بروتين مصددي. ثلاثة أشالة واحد زوج أشالة واش واحد خمسة وين راحت خمسة خمسة سي دي ويت سي بون سي بون. نروحو لهنا 8 ال دي 4 7 سي دي 4 8 بروتين مصددي 9 أشالة زوج 10 خلية ألف. واحد حتى دوك ما قال لي وش هي الخلية ألف وش هي الخلية با. دبروا راسكم ما تقولوش يعني ما نقولهاش. تعرف على مراحل الممثلة في الوثيقتين 2 و3 خاوتي. المراحل الممثلة في الوثيقة زوج شوفوا لاحظوا عندي 11 ال 11 هذه بين ال 11 هذه مستضدات 12 هذه خليه ابصر 12 هذه خليه ابصر حتى تلقاو لي هذو.
من بعد المرحلة ألف هذه، وبعد المرحلة باء، وبعد المرحلة جيم. بو المرحلة ألف الرسم غير واضح يعني صراحة، أصبروا نتفكروا بشوية. ها نعاود كل شوف كنت تحير لك شوية، عاود اقرا نص الوثيقة. تمثل الوثيقة واحدة رسم تخطيطي لآلية تعرف الخلية الليمفاوية ال تي على محدد المستضد، بينما الوثيقتين فتمثلان مصدر البيبتيد المستضد المقدم من طرف الخلية العارضة وآلية عرضه. اوكي، مادام كاينة خلية عارضة وخليتين عارضتين، يعني كاينة واحدة خلية مغزوة. شكون هذه الخلية المغزوة؟ دوك نقول لكم، مش دوك نقول لكم، نتوما تقولوا لي خاوتي الصورة مش واضحة ولا ما فهمتش انا، يعني كان نديروا على شالتكم. نكمل اذا نشوف، بينما هذه جبنا محدد مولد ضد تم هضمه، الهضم تاعو احتفظنا بجزيئاته وعرضناه على هذه الوثيقة. اثنين تمثل لي وثيقة ألف وباء، واش هما؟ إيه أنا نستنى فيكم تقولوا لي واش هما. ألف عندها أشالة سنين عارضة عليه، وباء عندها أشالة واحد. هيا خاوتي، وحدة ما عرفتش بالك، وحدة ما تعلمتش معانا من بكري، الناس حضرت الريفيزيون وقرات معانا، وحتى لك ما تعرفش، عيب كبير. 11 شوف، 11 مولدة ضد ولات، وعندي 12 هي خلية مصابة، 12 خلية مصابة، 12 هذه الخلية المصابة ألف ال تي اش. ألف هي ال تي اش، ما تصدمونيش خاوتي، يا ربي يعيشكم، ما تهبلونيش، ما هيش واضحة. حلو الكتابة تاعكم، حلو الكتابة تاعكم. با ال تي سي واضح الصورة. أوه آه خالتي هكاك صدقوني، من بالك ما نستمرش معكم بالفيديوهات. علاه؟ باسكو هذا الشيء يصدمني، عندي مدة وانا مداير الفيديوهات وريفيزيون ونحلو لي باك وكلش، بعد نجي نقول لكم اش هي الف، واحد يقول لي الف هي ال تي اش، وواحد يقول لي با هي ال تي سي، وقريت في التمرين باللي كاينه خلية عارضة، خلية عارضة الخلية ألف خلية عارضة، والخلية با خلية مصابة. ممتاز ممتاز ممتاز، وحدة خلاف كتبت ال تي سي. لا تعليق الجماعة اللي كتبت ال تي سي، ربي يعلمكم. لا تعليق، كيف حضرنا الريفيزيون وقلنا باللي الخلية اللي قادرة تكون عارضة في الاستجابة المناعية الخلطية عندك البي والماكروفاج، قلنا اوكي، بصح لهنا اللي كتبت لي الخلية الف هي خلية عارضة، نورمالمون تقولي ماكروفاج هكا، ما تقوليش خلية عارضة. ولا هنا مادام استجابة خلوية ما كانش الالبي، اسمها شكون اللي قادرة تكون الف مادام عرضته على الاشارة اثنين، هضرناها مليار مرة، هي واش، هي واش، هي الماكروفاج. وما دام با عرضته على الاشاله واحد وقدر الالتيويتي يتعرف عليه، اذا حتما راهي خليه اصيبت بفيروس. ايه واش راه عند لكم، واش راه عند لكم الجماعه اللي ما تراجعش مع الاخر في الوقت تاع الباك، كي ما يكفيهاش تراجع. اللي احنا 11 اذا مولدات ضد 12 خليه مصابه بالفيروس. على هذه الخليه المصابه باسكو كما راكم تشوفوا تم احتلها الفيروس، ودخل هذا الاديان تاع الفيروس، دخل للنواة، دخل للنواة، وتم هذا الشيء اللي قاعد يقرا في الاديان ويطلع البروتينات، هذا ريبوزومات، هادو او ريبوزومات، ريبوزومات قاعدين يقراو سلسلة الاران ام ويترجموها، ها خرجوا بروتينات، وهذا الشيء او ار ان ام، هذا الشيء راهو ار ان ام. والف اذا مرحلة مرحلة الاستساخ والترجمة للبروتينات الفيروسية، ب مرحلة تركيب الأشالة والبروتينات الفيروسية، و ج مرحلة التشكل معقد المناعي أشالة وبروتينات فيروسية وعرضها على الغشاء. لا لا مش كيسيون، أو مش هذا اللي يقلق، يقلق شغل إني نتعب 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 بعد ما لقاش المجهود تعيبان، وهذا هو الشيء اللي يقلق.
اي عادي تخطئوا، اخطئوا لي في الحوايج اللي تقدروا تخطئوا فيهم، اما خلية عريضة كفاه مستحيل تصرى، مستحيل ال تي سي تلصق مع شكون، مع خلية واش مثلا، مستحيل ال تي سي تلصق مع ال تي ويد، وال تي كات تلصق مع كما قلتوا ال تي اش، مستحيل، او مش تمايز هذا، مش تمايز، راك تشوف في الاشاله لاصقه معها، وتقدر تتعرف على السي دي، تقدر تتعرف على البروتينات المستضدية، تولي هما تغلطوش في الحوايج هذه، وراجعوا راجعوا راجعوا. إذا خلاص نروح للوثيقة 3. الوثيقة 3 هي خلية بلعامية قامت ببلعمة مستضد بعدها 15 الفجوة البالعة، 15 فجوة بالعة، ونقولوا ثاني فجوة هاضمة، 15 أحسن نقولوا فجوة هاضمة، ألف فجوة بالعة، 15 فجوة هاضمة، ب المرحلة باء، المرحلة باء هي نقول مرحلة تركيب معقد مناعي أشالة محدد مولد الضد، هكا هاي أشالة محدد مولد الضد. من بعد مرحلة تشكل سين، مرحلة تشكل معقد مناعي أشالة مولد الضد وعرضه على الغشاء الهيولي، 16 هذا هو المعقد المناعي أشالة مولد الضد، ومدى ماكروفاج اشالا 2، عليه اشالا 2 باسكو عندي ال تي كاد، ويمكن ثاني يكون كاين اشالا 1 للال تي ويت هكا، ومدام خلية تكون مصابة، كي الخلية مصابة 13 نقولوا اشالا 1 برك، علاه؟ باسكو الخلية المصابة ما تعرض ليش الوحيد البروتينات تاع المستضد الا على الاشالا 1 باش تجي الال تي ويت وتتعرف عليه. هذه هي، هذه هي البيانات. اذا انا قلت لكم الخليه واحد هي ماكروفاش، والخليه با هي خليه مصابه. قال لك تعرف على المراحل، ما تولدش. هذا وين فهمتوا الوثيقه؟ اوكي، بنت لي حل، تحلوا الكتاب تاعكم احسن. تعرف على الوثيقه، حلوا الكتاب تاعكم احسن، تعرف على المراحل الممثله في الوثيقتين 2 و3. المرحله الممثله في الوثيقه 2 هي مرحلة ها قال لك تعرف على المراحل الممثلة في الوثيقتين 2 و3، ثم قدم وصف اللي الوصف خاوتي الشيء اللي كنت نشرح فيه هو الوصف، هذه تعيشي البيبتيد ويغزوها من بعد يتكاثر بداخلها وهكا، وهذه تعتمد على المستضد، هذه هي بالنسبة لي. بالنسبة للمراحل، بالنسبة لي المراحل الممثلة، المراحل هي تاع الألف. إذا مرحلة الألف هي مرحلة الغزو اللي يغزوها فيها الفياش، مرحلة الغزو والتكاثر داخل الخلية، با مرحلة تشكيل المعقد المناعي، جي مرحلة عرضه على غشائها، لهنا مرحلة الابتلاع، ولهنا مرحلة الهضم والإطراء، هنا مرحلة الابتلاع، هنا مرحلة الهضم، مرحلة تشكيل معقد مناعي أشالة مولد ضد وعرضه على الغشاء هكا. والمراحل هذه ما قريتوهاش، وما نظنش يعطيكم تمارين ويقول لكم سميوها، باسكو ما نظنش انكم قريتوها من قبل. قريتو مراحل الهضم، وهي مرحلة الهضم بصح، مرحلات كيما ادماج الاشالة بالمعقد ما نظنش انكم قريتوها. روحوا دقيقة للتمرين الثامن، روحوا لي للسؤال 3، اوجد العلاقة بين الوثيقتين 2 و3 وما يقابلها في الشكل 1 مع التعليل، وش هي العلاقة بين هادو وما يقابلها بشكل واحد، وش اللي يخليني نقول باللي هذه خلية مصابة وهذه خلية ماكروفاج، وش دخل هادو بالخليتين التيكات والتيويت هكا، وش هي العلاقة؟ نتأكد لكم برك من قضية المراحل. يهدف التمرين إلى إيجاد علاقة منطقية يبدي طريقنا. تمارين معكوسة كليا يعني، دقيقة برك خاطية، ها هو، وعندنا تمارين وراه، وين الطبيب؟ ستعطي بإصابة الأشخاص الذين يعانون من قبل الوباء. مميزات الاستجابة الثانوية مقارنة بالاستجابة الأولية، مصير الفيروسات المحقونة، هذه خاطئة هم هذو. إذا كما قلت لكم ما كانش، ما كانش باش واش راك دير، راني ندير تمارين. هي
ايه اللي احنا استنساخ عكسي، نسيت ما قلته لكم. قلت لكم اي الخلية تترجم معلومات الار ان ام الفيروسي، بصح ما قلت لكمش الاستنساخ العكسي. وي اللي هنا قام الفيروس باستنساخ عكسي. ها علاه؟ وش كل اللي قال لك؟ باسكو دخل اللحن كما راك تلاحظ في المرحلة الالف، دخل ار ان ام، بعد الار ان ام هذاك تحول الاديان كما راك تشوف، بعد الاديان تدخل للنواة. ها خلاص، مادام ما قريتوش ما كنا نتأكد منه. قدم وصفا لها، الوصف اللي كنت نشرح فيه هو الوصف أوجد العلاقة بين الوثيقتين زوج وثلاثة. شوف العلاقة بين الوثيقة زوج وثلاثة أنه كلا الوثيقتين تقوم بعرض محدد مولد ضد رفقة الأشالة هكا على غشائها الهيولي، وما يقابلها في الوثيقة واحد، بحيث الوثيقة واحد في الخلية عند الخلية المصابة تقوم بعرض محدد مولد ضد رفقة الأشالة واحد لمن للخلية التويت، للخلية التويت، بينما الماكروفاش هذه أو الخلية العارضة السيبية ولا نقولوا ماكروفاش تقوم بابتلاع مولد ضد وعرض محدداته رفقة الأشالة اثنين للالتيكات، يعني الخلية المصابة تقوم بعرض محدداته رفقة الأشالة واحد لمن للالتيويد، وبالنسبة للماكروفاج تقوم بابتلاع مولد الضد وهضمه عرض محددات ذاته، هضمه هضم جزئي وعرض محددات الذات تاعو رفقة الأشالة واش واحد ولا اثنين، رفقة الأشالة اثنين للالتيكات، باسكو الخلية العارضة تعرض. وكون زاد نعت لي أشالة خلاف قدامه كنت نقول مثلا لهنا ومن تحت، كنت نقول الأشالة واحد واثنين، الأشالة اثنين للخلية التيكات والأشالة واحد للخلية التويت، فهمتوها؟ أما الخلية المصابة عندها غير أشالة واحد تعرض فيه، عندها غير الأشالة الواحد اللي تقدر تعرض لي به محدد مولد ضد لمن للخلية التويت، برك للخلية التويت. هيه وزاد فكرتكم، قالت لكم يتم استنساخ الار ان ام الى اديان في الفيروسات هذه كما نشوفوا دخل لهن ار ان ام، استنساخ عكسي الاديان. قلت لكم اللي ما فهمش، او تم او كاين انزيم التم اسمه انزيم الاستنساخ العكسي، هو من قام باستنساخ الار ان ام استنساخ الاديان، يعني قام باستنساخ الار ان ام حول الار ان ام الى اديان بطريقه عكسيه. كما يتحول الاديان الار ان ام، هو دار العكس، حول الار ان ام الاديان عن طريق انزيم الاستنساخ العكسي. انت تقول له يتحول الار ان ام الى الاديان عن طريق انزيم الاستنساخ العكسي، بعد دمج الاديان العادي مع الاديان الفيروسي عن طريق انزيمين، انزيمات القطع والربط. الربط دمجته، القطع قطعت جزء من سلسله الاديان الطويله، والدمج دمجتهم مع بعضهم ولات سلسله كامله هكا. مع التعليل خلاص عللنا، قلنا وذلك لان الخليه الاولى قام مولد ضد بغزوها، قام مولد ضد هذا ولا الفيروس هذا بغزوها وعن طريق انزيم الاستنساخ العكسي استنسخ الاديان انطلاقا من الار ان ام، ثم دمج الاديان مع الاديان العادي، ثم قامت الخليه بتصنيع بروتينات فيروسيه واشاله، دمجت الاشاله مع البروتينات الفيروسيه وعرضت على غشاء الخارجي، بينما في الوثيقه ثلاثه قامت الماكروفاج بابتلاع مولد الضد عن طريق احاطته بارجل كاذبه واستطالات هيوليه، ثم هضمه هضم جزئي وعرض محدداته رفقه الاشاله سنين وعرضه على غشائها لتعرف عليه الخلية التيكات، ولتعرف وبالنسبة للخلية المصابة عرضته رفقة الأشارة واحد لتعرف عليه الخلية التيويت. خلاص إذا خلاص، دايما دايما البث تاعنا تقريبا كنت تروحوا تشوفوا البثوث يعني في التقريب دايما ساعة 50 دقيقة، ساعة 45 دقيقة ونديروا فيها شي كبير. ها سما درنا هذا التمرين الثامن، واحد درنا الرابع والثالث، ها مزوج ثلاثة ودرنا أربعة خمسة، هاي بركة. إذا غدا إن شاء الله نديرو المشبك، ندخلو في المشبك الاتصال العصبي، غدا إن شاء الله ندخلو في الاتصال العصبي. كش ما أسئلة؟ لا ما كاش أسئلة رح ننهي البث أنا. كاينة أسئلة؟ لا ما كانش، راح ننهي البث. كاينة أسئلة؟ ما كانش أسئلة؟
صلي وعين البي. لا ما كانش أسئلة، خليني نختمها. إذا الحمد لله، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. ما كانش أسئلة، خلاص. إذا ما كانش أسئلة، واحد ما سألني راح ننهي البث. خالتي الحمد لله، اذكروا الله وصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله، غدا إن شاء الله.